صباح الخير يا تتح يا ابني. صباحك لبن يا عم ذكري. اقول لك يا عم فكري، هو الناس اللي داخله وخارجه عندك دي، العيال الصغيره دي بتعمل ايه عندك؟ مين دول؟ دول شباب حلو. شباب حلو؟ سياحه وفنادق. طبعا لازم يبقوا سياحه. حلو، يبقى لازم يبقى سياحه على طول. بيجوا عندي بذاكر لهم طبيخ واتيكيت. دروس في طبيخ والاتيكيت؟ ده غير حصه امبارح بتاعت الحشو في المحشي؟ لا، الحشو ده اول حصه. الحشو اول حصه داخل ناشف كده من الاول؟ طيب خلاص، نهارك فاسخ ضبه. استنى عندك. ايه يا عز؟ ايه مش عندك ثلاثة جوه؟ ايه الكلام اللي انا سمعته عنك ده؟ كلام اللي سمعته عنه حاجه ايه اكتر من انا بسمعه عنك؟ ايه خير؟ وصحيح انت اتنزلت عن شقتك للمعلم حصوه؟ اتنزلت ايه؟ دي السعاره. السعاره عشان خاطر بنته المفضوحه دي تتستر. استعاره ايه وخيابه ايه؟ ده انت ماضيله على التنازل يا بني ادم. تنازل؟ ده انا ماضيله على حذف 6 شهور من الايجار القديم وكيلو لحمه اسبوعين هيديهولي. ده طلع لي هنا ورهولي. ايه اللي ورهولك ده؟ التنازل يا بني ادم، وكان عايز امضي جنبه شاهد. اه التنازل شاهد؟ اوعى تكون مضيت على حاجه يا عم فكري. لا انا ما امضيش على حاجه زي كده يا ابني. اه وبعدين دلوقتي انا خلاص كده اتفق كده، خلاص بقيت في المنص راحت كده. اسمع تتح. ايوه يا عم فكري. بقول لك اسمع، مش بص يا تتح، انت تنزل تاخد منه التنازل تقطعه وترميه في وشه. البني ادم مننا بيعيش حياته مره واحده بس، لا يعيش راجل لا يعيش طول عمره خروف. انت هتفجر تقول الكلام ده لنفسك. جاي يا حبايبي. اديهم الرابعه. اه يا حصو الكلب، انا هفرغك نفسك. انا عكيش ما تاكليش، اتكلي. لو سمحت سيب المعلم. ينفع كده يا معلم؟ ابعت الواد يشتري كل لحم بتلو، افتحها عليها كلها شغف وده. اتكل على الله وريني عرض كتفك، ما عندناش ترجيع. انا قتيل حق النهارده. قتيل؟ شو بيك وبيك يا اخويا؟ رعدوه في التلاجة على مفضله. انت عايز حاجه؟ لا ابدا، اصل في واحد ابن حرام قال لي ان انت كنت عايزني. الهدوء يا سيد المعلمين. بقول لك ايه يا تتح؟ عمر يا عم الناس. جالي طرفيش كلام كده انهم ناويين يخلوني امام المسجد. امام مسجد؟ اه. ليه، انت اكتشفت دين جديد ولا حاجه حضرتك؟ ها؟